أبت فعاليات المجتمع المدني أن تشارك هذه المناسبات في بالعمل التطوعي وهو عملية النظافة. ونشكر جميع فعاليات المجتمع المدني على حضورهم وتجاوبهم مع هذه المناسبات. وان شاء الله تتواصل هذه العمليه. اليوم ان شاء الله رانا دايرين هذه الحمله التطوعيه، وان شاء الله تكون من هذه الانطلاقه تكون كوتيديان، تكون شامله لكل احياء. راح نديروا اليوم حي نموذجي بالتنظيف وصباغه الارصفه والتشجير والرش وسقي الاشجار. اليوم الحمد لله درنا التنسيق مع محافظه الغابات ومع شيف دائره رئيس الدائره وعضوة المرصد الوطني، فعاليات المجتمع المدني اللي هما حاضرين بقوه ما شاء الله، ونحن رانا حاضرين بالدعم بالقوه بالماتريال بالبيرسونال، كل كمجلس شعبي بلدي رانا حاضرين.